عندي سؤال كبير حاليا في المغرب ومنذ ربما شهور، وفي هذه المعارك اللي خاضها المغرب وهذه الدسائس وهذه المؤامرات وهذه المناورات، فين هم أصدقاء المغرب؟ من هم أصدقاء المغرب؟ هذا هو السؤال اللي خاص الإنسان يستفد منه والدرس اللي يستفد منه. من هم أصدقاء المغرب؟ بغينا نعرفوا شكون هما أصدقاء المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو غادي نتكلم فيه واحد الموضوع اللي كيستحق واحد شوية ديال التأمل، لأن الأمر كيتعلق بواحد المنعطف تاريخي كيمر منه المغرب. هذا المنعطف التاريخي السبب ديالو علاش؟ لأن كاينه مجموعة ديال واحد الأحداث اللي منذ سنوات كان حدث واحد منها كان بالنسبة للمغرب كيشكل حدث كبير، وكانت كتوقع عليه واحد التعبئة نفسية وتعبئة إعلامية وكل شيء كيتبعها، بينما الآن ولو مجموعة ديال الأحداث كتتوالى في واحد الظرف وجيز. ودائما كنقوم بالإحالة على التاريخ، لأن التاريخ بالنسبة للصحفي هو أكثر زاد خص منه ياخد، ماشي غير التاريخ غير الصحفي، فحتى المحلل حتى الداريس حتى الباحث إلى غير ذلك. المغرب الآن عنده علاقات متوترة مع من؟ مع قوى كبرى، مع كنشوفوا فرنسا، كنشوفوا إسبانيا، ربما ألمانيا من بعيد تراقب الأوضاع، ما عندوش معها مشاكل ولكن تراقب الأوضاع. كنشوفوا هاد الهجمة الإعلامية، كنشوفوا الجزائر مع إسبانيا، فرنسا أنتم كتشوفوا شنو كاين، الولايات المتحدة الأمريكية تراقب، الاتحاد الأوروبي منذ أيام شفنا كيفاش تدخل في واحد الموضوع شائك. إذن كاين قوى كبرى، ألمانيا حاليا وشفنا المشاكل مطروحة مع قوى اللي هي كبيرة، وعادة المغرب ما كيتورطش في هاد المجموعة ديال العلاقات المتوترة والمتشابكة مع هاد القوى كاملة عادة. ولكن في الأخير غادي نكتشفوا بأنه الأمر فيه واحد تدبير، وبأنه الأمر عكس داكشي اللي كان قال وزير الخارجية المغربي، كان قال بأنه أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، وهذا في الحقيقة من أغرب ما سمعت عن وزير خارجية في العالم، لأن وزراء الخارجية كيعرفوا بأنه العلاقات الدولية متشابكة، وكيعرفوا بأنه ملي كتكون شي قوة من القوى عنده معها شي مشكل كيكون يعني العين ديالو بصيرة، وكيكون كيحلل الأحداث جيدا، وكيكون عنده الدماغ ديالو دائما مفتوح. وحنا في واحد الوقت وكيقول أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة راها موجودة يعني، غير في البلاغات ديال وزارة الخارجية راه كنلقاو بزاف ديال الإحالات، وإلا فما تفسير ما يقع للمغرب؟ إذن غادي نكمل. الحالية الوضعية الحالية التي يعيشها المغرب فرا هي مشابهة كما سبق أن أشرت في عدة فيديوهات للوضعية ديال المغرب في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20. تاريخ يعيد نفسه كما يقول ابن خلدون، يعني الأحداث ديال التاريخ فهي كتكرر بصفات مختلفة. المغرب كيواجه ضغوط من عند قوى عالمية، وكل قوى عالمية كتحاول ما أمكن في هذه الوضعية المقبلة اللي العالم متجه لها، كتحاول ما أمكن توجد واحد الموطئ قدم في المغرب. والسبب ديال هذه الضغوط طبعا هو أنه المغرب بدا كيطالب كيقول بأنه أنا راه جا الوقت باش تعاودوا معايا أنا الحساب،
لانه عندي مشكل ديال الصحراء المغربيه، عندي كذا عندي كذا، عندي بلاصه انا خصني تكون الى غير ذلك. خصوصا هذا الشيء تزاد من بعد ما الولايات المتحده الامريكيه دخلت في قضيه الصحراء المغربيه وعلنات السياده ديال المغرب على الصحراء المغربيه. هنايا كان منتظر بان هذه القوى كامله الكبرى انها غادا تحاول ما امكن بالوسائل ديالها غادا تخلق واحد المجموعه ديال الضغوط وغادا تخلق واحد المجموعه ديال المشاكل. وظاهره الابتزاز في العلاقات الدوليه معروفه، وظاهره الابتزاز كاسلوب من الاساليب ديال لي الاذرع ديال الدول اللي كتكون واحد كيشوفوها بانها ضعيفه، هذه الظاهره راها معروفه. ولي الاذرع ديال الدول الفقيره او الدول الضعيفه ما كيكونش كيف ما كيكون دائما ديك الطرق التقليديه بانه كيوقع تهديد او لا بارجه حربيه كتنزل هنا او كتنزل هنا كيف ما كان في المغرب في اواخر القرن 19 وبدايه القرن العشرين، ولكن كانت كتلون. اذا انايا الفكره الاساسيه اللي بغيت نقول هو انه المغرب حاليا فراه كيواجه نفس الوضعيه، ولكن الاهم من هذا الشيء كله اللي كنقول الاهم، حيت ملي كنشير بانه المغرب كاين ضغوط خارجيه وكاين قوى كتصارع على المكانه ديالها الى غير ذلك، هنايا بلا ما نرد على الناس اللي كيقول لك المغرب اش من قوه عنده، اش عنده ما يدير، اش كذا الى غير ذلك، بلا ما نرد على هذا الشيء، ولكن نتكلموا في حقيقه في حقيقه الخطر اللي خاصني انا ننبه ليه. الان شفنا بانه المغرب كيواجه وبقوه، والند للند فرنسا اسبانيا المانيا اللي باينين حاليا بلا ما نهضروا على الجيران، يعني الحكام ديال الجزائر كيواجههم علنية من منطلق بأنه المغرب يفاوض ويساوم بالقوة اللي عنده، سواء القوة الموقع دياله سواء الخيرات اللي عنده، زائد يفاوض بالأصدقاء اللي عنده. وهنا منبع الخطورة، هنا منبع المغامرة، هنا فين كاين كل شيء. المغرب يفاوض وكنشوفوا بانه كيلمح دائما بالولايات المتحده الامريكيه لانها حليف ولانها كذا، وبانه اسبانيا عجزت انها تطلب من الولايات المتحده الامريكيه انها تدخل، وبانه كذلك فرنسا والاتحاد الاوروبي في مرحله ديال الضعف. يعني هنايا المغرب يساوم ويفاوض بصديق اللي هو الولايات المتحده الامريكيه، هنايا منبع الخطوره. لانه الدول عاده ملي كتساوم واثناء مرحله التفاوض فهي كتساوم وخصها تساوم بواحد الحاجه اللي كتملكها، واحد الحاجه اللي كتكون ديالها هي، قوه ذاتيه، هذاك هو اللي كيمكن الانسان يطمئن له ويعتمد عليه الى غير ذلك. ولكن باش تعتمد على واحد الصديق اللي السلوك ديالو مصلحي منفعي انتهازي معروف، وهذه النظرة هذه اللي كنعطيكم انا راها ماشي نظرة متشائمة باش كنقول بانه ربما من الاخطاء انك تعتمد على اصدقاء معروفين، معروفين بالسلوكات ديالهم، معروفين بالتصرفات ديالهم، معروفين بالانقلابات في الاحلاف اللي عقدوها مع عديد من الانظمة. هنايا راها ماشي نظرة تشاؤمية، ولكن غادا نولي نحكي لكم على التاريخ. كتعرفوا شنو وقع المغرب بداية القرن العشرين؟ في بداية القرن العشرين القوى كلها كانت كتهافت على المغرب، وقبل من القرن العشرين كانت كتهافت على المغرب وكانت كتنافس، وهذه القوى كلها كانت كطرح على السلطان المغربي آنذاك، كطرح عليه مطالب بتحقيق إصلاحات اقتصادية وإدارية وإلى غير ذلك من أجل باش يكون البلد قوي، لأنهم دائما يتذرعون بوجوب تحقيق إصلاحات باش أنك هذاك البلد يكون مزيان، وكأنه كيهمهم يكون البلد مزيان. إذا كانت هنا واحد التهافت وواحد المنافسة وكانت واحد الضغوط، وأبرز ثلاثة اللي كانوا كيضغطوا آنذاك كانت فرنسا وكانت إنجلترا وكانت المانيا. هنايا المغرب كيف كتعرفوا السياسه ديالو في ذاك الوقت راه كان حاول يلعب على هذه التناقضات،
وهذا اللعب على التناقضات والتحالفات راها معروفة في الكتب ديال التاريخ، وحتى في المناهج التعليمية ديالنا رحنا قريناها. على الأقل كنهضر على الجيل ديالي أنا، بأنه المغرب حاول ما أمكن يلعب على التناقضات ويستفيد منها وتفتحوا قنوات. علاش؟ لأنه المنافسة، ملي كتكون المنافسة فدائما داك الطرف اللي كيطلب هو اللي كيستافد. المغرب كان في هذه الحالة وشاف في هذه المنافسة بأنها راها وضعية يقدر يستافد منها. ولكن في الأخير فين كانت المفاجأة؟ كانت المفاجأة هو انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906. يعني هادوك المتنافسين اللي كانوا في الظاهر كيبانوا متنافسين، وفي الظاهر كيبانوا بأنهم كل واحد فيهم كيبغي الخير أكثر للمغرب، في الأخر ولاو تلاقاو مع بعضهم في مؤتمر الجزيرة الخضراء اللي كانت حضرات له 12 دولة باش تفصل في المنافسة ما بين الدول الكبرى. كانت ديك الساعة فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، ربما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبريطانيا هادو ودول أخرى المجموع ديالهم 12 ريحوا في مؤتمر الجزيرة الخضراء وحطوا الخرائط وبداو كيناقشوا مع بعضهم شنو غادي نديروا في المغرب، واتفقوا مع بعضهم. ثم كتعرفوا ديك الاتفاقية ديال الجزيرة الخضراء، وتنازل هذا لهذا وإلى غير ذلك، مقابل هذا يتنازل لهذا إلى غير ذلك، كيلعبوا في الدول وفي الخرائط كيف بغاو لأنهم كانوا أقوياء. ثم من بعد ذلك تفاهموا باش فرنسا وإسبانيا يكون عندها امتيازات، واللي كان وسيط، شوفوا التاريخ، اللي كان وسيط ما بين هذه القوى المتصارعة ولا المتنافسة هو الولايات المتحدة الأمريكية. روزفلت هو اللي كان وسيط. إذن اللي كان بغي نقول أنا جوج الحوايج من هاد الدروس اللي هي تاريخية وقدامنا، هو أنه هاد القوى اللي كتبان دابا متصارعة ومتنافسة حول المغرب، أولا الإنسان ما يتيقش بديك المنافسة العلنية. علاش؟ لأنه راه كدور حتى كتعيا في الأخر، وراها كترجع نظرية المؤامرة لأرض الواقع، وكيرجعوا كيتفاهموا مع بعضهم وكيتنازلوا لبعضهم. يعني ما يكونش عندنا الاعتماد التام على هذا التنافس ما بين الدول حول المغرب. ثانيا ما يكونش الاعتماد التام أثناء المفاوضة على قوة ما كنملكوهاش. عندي سؤال كبير حاليا في المغرب ومنذ ربما شهور، وفي هذه المعارك اللي خاضها المغرب وهذه الدسائس وهذه المؤامرات وهذه المناورات، فين هم أصدقاء المغرب؟ من هم أصدقاء المغرب؟ هذا هو السؤال اللي خاص الإنسان يستفد منه، والدرس اللي يستفد منه. من هم أصدقاء المغرب؟ بغينا نعرفوا شكون هم أصدقاء المغرب، لأن الأصدقاء ديال شي دولة متى يكونون ومتى يظهرون على حقيقتهم على الأقل في الحالة ديال الأزمات. أما ملي كتكون الأمور عادية فالكل صادق، ولكن في المحن كيبانوا ديك الساعات شكون هما الأصدقاء. إذن الأصدقاء الحقيقيين ما يمكن ليكش تعتمد على فقط الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية راها ضد المصالح اليوم، على كل حال اليوم هنا غدا لهيه إلى غير ذلك. وطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية سندا لعدة دول وعدة أنظمة، ولكن في الأخير المصالح هي التي تحكم. إذن أنا أرى بأن القوة الحقيقية والصديق الوافي والدائم للمغرب للإنسان خص يعول عليه ويتفاوض على أساسه، وإلا ما كانش معول عليه وفي حالة ضعف خصو ينميه ويأهله. الأصدقاء الحقيقيين والإمكانيات الحقيقية هي الإمكانيات الذاتية. هنا يا المغرب خصو يرجع للصادق الوفي ديالو شكون هو. هو الأرض ديالو والمحيط ديالو، هادو هما الأصدقاء. كاين عنده جوج الحدود، البحر الأبيض المتوسط، صديق وجار ونعم الصديق والجار، وعنده المحيط الأطلسي، صديق وجار ونعم الصديق والجار، والأرض ديالو والخيرات ديالها.
هادو هما الأصدقاء الحقيقيين اللي المغرب خصو يوجدهم باش يعتمد عليهم أثناء المفاوضة والتفاوض مع أي كان. اللي بغيت نقول هو أنه تعبئة الموارد الطبيعية الموجودة في المغرب وتعبئة الموارد البشرية اللي كنا في المغرب هي اللي كتضمن القوة لأي بلد، لأن القوة ديال البلدان، القوة ديال البلدان، القوة ديال أي بلد باش كنعبروا حنا القوة ديال أي بلد باش كنقيسوها، القوة ديال أي بلد راه ما كنقيسوهاش بمدى الصيت الإعلامي اللي عنده أو لا مدى الجيوش الجرارة اللي كنشوفوها في الاستعراضات العسكرية في الشوارع كيف ما كنشوفوا مثلا في موسكو في الولايات المتحدة في بريطانيا إلى غير ذلك. القوة ديال الدول راه كتوجد في القدرة ديالها على تأهيل الموارد البشرية والموارد الطبيعية تستغلها أحسن استغلال لتلبية الحاجيات الداخلية. كل ما استغنت الدولة في تلبية الحاجيات ديالها الطبيعية، كل ما استغنت على الخارج كل ما كانت أقوى، وكل ما احتاجت القوى الخارجية كل ما كانت أضعف. إذا في هذه اللحظة التاريخية اللي كيدوز منها المغرب خاص الاتجاه يتركز على ما يلي، وهو أنه نعبئ الموارد ديالنا ونعبئ سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية محلية، وخاصها تكون واحد التنمية محلية داخلية هي اللي خاصها تكون وهي اللي تعطى لها الأسباقية، لأنه الإنسان المغربي والخيرات المغربية هذاك هو الصديق الدائم والصديق الوافي، وهذاك هو الحلف المقدس اللي كينتصر واللي به المغرب كان نهار الأول ودام على طول هاد القرون، هي المسائل الداخلية. أما هاد السياسة الخارجية راه ما خصهاش تعتمد على أمور ما مضموناش، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي، أنا ما عرفتش كيفاش السياسة الخارجية، ما عرفتش كيفاش كيفكروا أو إلى غير ذلك، لأن طبعا عندهم المعلومات ديالهم، وطبعا الإدارة ديال السياسة الخارجية عندها العلم ديالها، عندها الفن ديالها، كاين كيفاش كياخذوا المواقف. أنا ما عرفش، المعلومات ديالي قليلة لأنني أنا كنتكلم هنا غير كمواطن وكصحفي وكدارس وباحث فقط، ولكن في وجهة نظر ديالي أنا الخاصة اللي خاصها تسمع طبعا، وجهة نظر ديالي الخاصة هو أنه مواجهة هذه الضغوط الخارجية والمفاوضة على المطالب ديال المغرب خاصها تكأ على أمور اللي هي ذاتية بالدرجة الأولى، وما تكونش الثقة في هذه المنافسة الظاهرية اللي كتبان ما بين القوى الأوروبية. القوى الأوروبية ما خصناش ينساو بأنه راه واخا كتكون اختلافات ما بين الدول، ولكن في الجوهر راه عندهم نفس وجهة النظر، في الجوهر راه نفس وجهة النظر تجاه العالم الخارجي، لأن كيف كتعرفوا أوروبا العرق الأصلي ديالها هو العرق الجرماني. أوروبا التشكيلات الكبرى اللي موجودة قبل من هذا الشكل الحديث ديال أوروبا الشكل المعاصر راها دائما هذا مجرد تحديث ديال وجهة نظر ديال التشكيلات اللي هي تقليدية وأصلية. كان العرق الجرماني هو العمود الفقري اللي كان في ما بين النمسا المجر ألمانيا، ثم من وراها خرجت ثلاثة ديال التشكيلات الكبرى فرعية. كان العرق الأنجلوسكسوني اللي طلع الجهة ديال بريطانيا، وكان الفرانكس وهما اللي هودوا البلاد الغال اللي كتسمى حاليا فرنسا، وكاين الوندال او الاندلس اللي دابا في الصوره ديالهم المعاصره اسبانيا، وثم كاين في الدول المنخفضه
إذن هاد الفروع كلها راه ديال واحد الأصل، بمعنى أن وجهة نظر تجاه العالم الخارجي ما سوى أوروبا راه وجهة نظر في المبتدأ وفي المنتهى راه وجهة نظر متقاربة. للأسف في العرب، في الجنس العربي أو في العرق العربي اللي ممكن أنه دولة أنها يعني أنها ضد دولة أخرى عربية ممكن أنها تحالف حتى مع الشيطان. للأسف هذا الشيء كاين في العرب، وبلا ما ندخلوا في التفاصيل، لأن العرب أصلا لم يكونوا قوة ولم يكونوا أمة ولم يكونوا كذا بدون الإسلام، والعرب بدون الإسلام يعني هذه راها معروفة هذه القاعدة هذه يعني لا شيء. الحالية اللي فيها المغرب راها كتطلب واحد التأمل، وكتطلب واحد الهدوء، وكتطلب واحد الرزانة، وكتطلب أنه خصو يبدأ التفكير في المسائل القوة الداخلية، يبدأ التفكير ويبدأ الالتفات للدروس ديال التاريخ. الدروس ديال التاريخ ضروري الالتفات. للأسف نقدر نقول لكم بأنه كيف كان كيقول الأستاذ الصحفي الكبير مصطفى العلوي الله يرحمه ويوسع عليه، كان كيقول بأنه الصحفي بدون تاريخ تقريبا لا شيء. التاريخ اللي ما مزوجش بالصحفي اللي ما عندوش إلمام بالتاريخ راه ما يمكنلوش يفسر هذه الظواهر السياسية اللي كاين. كان هضر للظواهر السياسية اللي داخل المغرب وللظواهر العالمية. دائما أي حدث كيوقع حاليا كيكون عنده شبيه في التاريخ، أي حدث كيوقع. وإلا ما رجعتيش للتاريخ يصعب عليك تفهم. وعلى هذا الشيء دابا مثلا هذا الشيء اللي كيوقع دابا في هذه الصراعات إلى غير ذلك، الناس يحللون الأمور مشتتة. المشكل مع اسبانيا بوحده، المشكل مع فرنسا بوحده، الولايات المتحدة الأمريكية بوحدها، القضية ديال ألمانيا حتى هي كتعالج بوحدها، مع الجزائر كيتعالج بوحده، ما يجري حاليا في تونس بوحده. يعني هذه العقلية المشتتة وغالبا كتكون مفصولة على الجذور ديالها، ما يمكنلكش تفسر شي ظاهرة معاصرة مطروحة على الواجهة الإعلامية فقط بالاعتماد على ما ينقله لنا الإعلام. الإعلام ما عمر الإعلام والمعلومات ديال الإعلام ما عمرها ما تفسر ظاهرة بالوجه الصحيح، هذا معروف. كنتمنى يكونوا الإخوان والأخوات المتابعين فهموا الغرض ديالي من هذا الفيديو. شكرا للانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.